الآن علم اتطور، إذا مات المالكي أقول لسلمان الجميلي نستنسخ خلاياه ونجيب لكم مالكي آخر يلاحقكم إلى أن يكمل دورة البرلمانية. ثم هذه التواقيع زادت أو نقصت لا تلزم سيد رئيس الجمهورية حسب منطوق المادة الدستورية. زين. فهذا الطريق انتهى. هذا يكفي أن يقنع الأطراف بأن مسألة سحب الثقة إذا كان يراد منه الضغط، فالضغط استنفذ أغراضه. إذا الجميع بدأ يقتنع بضرورة الحوار والتنازلات المتبادلة وخارطة الطريق وسقوف زمنية، المفروض أن نجلس ونضع خارطة. هذه الخارطة مسألة سحب الثقة انتهى والأطراف الأخرى مقتنعة، ولكن عدم إعلانها لهذا الأمر ربما هي تدخل ضمن إطار التفاوض وإمساك مزيد من الأوراق أثناء الجلوس على الطاولة.